مرحبا أعزائي، السلام عليكم. أنا مثل ما وعدتكم راح أسوي لكم الألوان اللي للتحديد، ألوان للتحديد على الزجاج، والفقرة الثانية ألوان للزجاج يعني التلوين مو للتحديد. هسه راح أسوي لكم الألوان للتحديد. نحتاج طبعا بودرة مال الأطفال، يعني موجودة أعتقد بودرة يستعملوها حتى النساء بالبيت، والغرا، هذا غرا الأخشاب. اول شيء هسه ايش راح نسوي؟ راح نخلي مقدار احنا نريده هذا الغرض، على سبيل المثال هاي الكميه، ونضيف لها قليل من البودره، لان ليش هذه القوام مالته سائل، يعني نريد نثخنه حتى نحدد، من نريد نحدد بال على المراه او على الجام او الزجاج يكون اثخن او اثقل. هذا مثل ما تشوفون نبدي نمزج بيه. نمزج جيدا، بعد ما مزجناه جيدا يعني مثل ما تشوفون صار على هذا القوام، يعني نقدر نحدد بيه بعد ما اخليه بعلبة مثل هذه، يعني احطه او اخليه علبة مثل علبة التحديد هاي على سبيل المثال، يكون بدايتها كلش رفيعة. هذا اني اني مشتريهن للتحديد، يعني استعملهن ما اذبهن من يخلصن، اسوي اني هالدور الالوان للتحديد، يعني من اريد ارسم زارفة احدد بيها، هذا هو العمل. احنا نختار لون، اي لون، باعتبار انا اخلي لكم الالوان الاساسية. الالوان الاساسية طبعا معروفة هي ثلاثة، الاحمر والاصفر والازرق، ومنها ننتج الالوان الباقية يعني بالمزج. فعلى سبيل المثال انا هسه راح اخلي اللون الأزرق أو الأصفر أحدد بيه، أحط قليل، يعني أختار اللون للتحديد أحط قليل من اللون الأصفر، شوفوا هاي النسبة، وأظل أمزج بيه. بعد ما مزجته أعزائي شوفوا على هذا القوام مالته، حتى تكون السيطرة عليه أنت من تسوي زغرفة أو ترسم بيه، هذا للتحديد حتى اللي تشتبهون. فاجيب علبه مثل هذه، يعني امرار تلقوها بالسوق تشتروها، تكون بدايتها هذه الغطاء يتغير مالتها، او علبه هاي راح تحتفظ بيها، او بطل مال ماي انتم تستعملوه تحتفظون بيه مثلا اذا تسوون كميه معينه. هسه ابدي انزله بالعلبه اللي اريدها، شوفوا القوام مالته هو يعني جاي يبين عن نفسه القوام مالته. هسه كملت مثل ما تشوفون، هذا احنا كل ما نريد نحتاج الوان نسوي الكميه اللي نريدها، هذا اغلقه واحدد بيه اللي اريد المنطقه اللي احدد بيها. هسه راويكم على سبيل المثال نموذج، هذا انت على حركة ايدك. هسه اني باعتبار يعني السرعة ادراويكم نموذج على حركة ايدك بالممارسة، حتى تقدر تسوي التحديد اللي تريده. هذا شوفوا على سبيل المثال حددت، وانت على حركة ايدك بالممارسة قلت لكم راح تصير عندكم. لا ترتبكون ولا تخافون، كل شيء سهل، وهذا مشروع، يعني مشروع تقدرون عمل تشتغلون به. هذا حددنا نقدر هنا نملي الالوان اللي نريدها ونخليه دائما من نحدد، ها يعني حتى لا انسى، من نحدد نخليها تنشف ربع ساعة. يلا ابدي بالالوان الداخلية على سبيل المثال، من اريد احدد على المرآة، هاي زجاج عادي شفاف واكو على المرآة. أنا شوف رويتكم الفيلم كيف الرسم على المرآة، وقلت لكم راح نحدد أحسن من نشتري هذا مثل الرصاص غالي عليكم. فهذه طريقته أعتقد يعني سهلة ورخيصة، وأكرر غرة تعتاز، غرة مال أخشاب، وشوية بودرة اللي يستعملونها الأطفال أو النساء بالبيت، كل بيت موجودة أعتقد، راح أنتج عندي ألوان للتحديد. هسه الفقرة الثانية
بنفس الفيلم راح اسوي لكم اياها، كيف اعمل او اصنع الوان الزجاجيه او الوان الرسم على الزجاج. هسه راح اسوي لكم ان شاء الله شلون نصنع الالوان اللي نرسم بها على الزجاج. طبعا هذا نشف مثل ما قلت لكم، هذا حددته، يعني شوفوا هذا نشف، يعني اقدر الون داخله ربع ساعة عندكم ينشف. هسه راح ابدي يعني شلون اصنع الالوان اللي نرسم عليها على الزجاج. طبعا مثل ما قلت لكم عندنا الالوان الاساسية الاحمر والاصفر والازرق، هذني الالوان الاساسية، يعني يمكن نطلع من عندها قلت لكم الالوان، يعني نخلط مثل اصفر وازرق يطلع عندنا اخضر، او اصفر واحمر يطلع عندنا برتقالي. فانتم بالتجربه راح تعرفون اذا ما عندكم تجربه. هسه ايش راح اسوي؟ راح اسوي اللون اللي اريد اصنعه. يعني ليش اشتري احضر هاي المواد؟ مثل المواد اللي اريدها تنر والوارنيش، عندي هذا الوارنيش بس يختلف، يعني هنا عندكم وارنيش تقدرون باي محل تقول له اعطيني وارنيش، اي محل مال اصباغ اعطيني وارنيش، هذا اللي يستعملوه الاخشاب. هسه راح اخلي على سبيل المثال كنموذج هاي وحدة، هاي اثنين، شوفوا هذا استعمله، هاي الوسط معلقة كوب، هاي ثلاثة، هذا كنموذج معلقة كوب، هاي يعني مو مال شاي ولا مال اكل، يصير وسط، واخلي لها قليل تنر، يعني انا استعملت ثلاثة تقريبا نص معلقة أو أقل، فنقول معلقة شاي تنر أخليه وياها، وأظل أمزج به مزج جيد. هسه بعد ما مزجت يعني خمس دقائق، أكثر خمس دقائق كافية أمزج به، راح باعتبار أن سويت لكم لون أزرق راح أسوي اللون الأحمر. شوف ايش قد راح اخلي، يعني قليل جدا. قليل يعني ربع خاشوقة مال او نص خاشوقة مال شاي. شوفوا هذا كل ما اخلطه، يعني مثل ما تشوفون تشاهدون ادي لا صار لون احمر، وكل ما اطوخ يعني اخلي اكثر من قطرتين ثلاثة فوقها بعد مثلا يصير لون طوخ. يعني انتو تحاولون يعني تصنعون اللون تريدوه، اذا كان طوخ اكو فاتح، خلال تصرفكم يعني بالمزج. وافضل تستعملون هذا اللي يكون للتوازن، يعني انتو لما تخلون اي زجاج تريد ترسمون عليه لازم يكون على طاولة او على ارضية، مثل ما تشوفون تستعملون هذا اللي يستعملوه للبناء او للنجارين او كذا للتوازن، كل ما تكون حتى ليميل المكان اللي تتلون بيه، الميل الصبغ الى مكان معين، يعني يروح زايد لهنانة او يروح زايد لهنانة ويخربط عليك الشغل. فانت استعمل مثل هاي، تلقيها رخيصة موجودة بالسوق، تشتريها وتحطها على الطاولة تريد تشتغل عليها دائما وتشيكها قبل لا تلون. هسه هذا كملته، واعتبر قلت لكم مسوي انا قبله، لان يعني حتى اختصر الفيلم ما اسوي طويل، مسوي ازرق. نحاول نستعمل، شوفوا انا مشتري فرج خاصة للالوان المائية، للالوان اللي زجاج، يعني هاي شعيرية شوفوها اكو قسم انواع، هذا خليني افتحها، هاي كلش ناعمة، هذه يعني اختلاف بيهن حسب اللي أريد أرسمه أو أخططه، تكون هاي بها يعني بالاستعمال هذا دقيق. راح أجرب الألوان هسه مثل ما تشوفون هنا بالمكان أني اللي استعملته أو اللي حددته. فرشة
قسم يستعملوه بقطارة يعني يسحب ويخليه، وقسم يعني للسرعة. فأنتوا أنصحكم بالفرشة لأن ابتدائية يعني بدائيين، فمن تصير عندكم مهارة راح أنتوا تختارون للسرعة. فأمسحها يعني، عدي التنر دائما عندكم لما تريد تلونون تنر، تنظفون الفرشة إذا تستعملوها، ويلا تروحون للثاني. هسه راح استعمل اللون الأحمر. شوف هذا، لأن استوني مزجته، هذا صار له تقريبا 10 دقائق الأزرق مت ألوانه يعني لازمة. شوف هذا هسه عندي يعني فاتح يطلع، وإذا مكان كل ما يتأخر يطلع أطوخ. إذا عندكم يعني زهور تريد ترسموها يعني أنتم تريدون، أنا راح أعلمكم وراح إن شاء الله شلون تمزجون الألوان اللي بيها. شوف السادة عندي الداخلين ألوان المزجن، وراح لمن تنشف أراوكم إياها. باقي مثل ما تشوفون هذه الألوان، يعني كل ما تركوها تنشف أكثر. وهسه هاي كملت عندي فقرتين، هو اللون للتحديد أو المادة للتحديد على الزجاج، وصنع الألوان لتلوين على الزجاج. فأتمنى لا نالت رضاكم هذه، والفكرة سريعة وبيها فقرتين مثل ما قلت لكم، ويمكن استغلالها كعمل وموارد مادية لتصنيع ذن المادتين وبيعها، أو استغلالها لعمل مشروع هو الرسم على الزجاج بزخارف أو زهور. وأنتوا تقدرون تراجعون الانترنت على اليوتيوب وتشوفون هذه العمل يجيب موارد مادية كبيرة، وخاصة لأهل الديكور راح تفيدكم أكثر. تحياتي لكم جميعاً.